خليني بلش مع رئاسة المجلس. من يعرف كل لبنان انه في علاقة شخصية جيدة جدا انا وياه اللي هو دولة الرئيس نبيه بري في العام 2005، وكان بالميزان قانون العفو اللي كان ما بقى في مجال لخروج سمير جعجع نتيجة الخروج السوري من لبنان الا اقرار قانون عفو من اجل خروجه. نعم. وكان الرئيس بري هو عراب وخياط وطباخ كل المجلس النيابي. بالنسبة لإلنا أولاً أنا بدي أتشكر زملاء النواب وعلى رأسهم دولة الرئيس نبيه بري اللي عبروا اليوم عن رأيهم باسم الشعب اللبناني على طي صفحة الحرب نهائياً وعلى العبور نحو المصالحة الشاملة الوطنية. مين بلغوا لسمير جعجع أنه رح يطلع من الحبس؟ جعجع دوين طلع لعنى، طلع دغري، ترك الجلسة، قال لي أنت رح تبقي هون، قلت له أنا رح أبقى هون، طلع أنت بلغه. هذه المصالحة التي يتحدثون عنها هي مصالحة عمياء وعرجاء منتهكة للدم المراق متنكرة للحقيقة، إنها مصالحة خارجة على القانون، هذا ما نؤمن به. نقول عذرا لرشيد كرامي.